السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنتكلم ازاي نعمل ريدنج للديتا فريم بتاعت حضرتك، او ريدنج للفايل اللي هو احنا اتفقنا ان الديتا بتاعت حضرتك موجوده في صوره اسمها التابيولر ديتا فورم، اللي هي بتبقى ممثله في فايل امتداده كوما سيباريتد فاليو او سي اس في. شفنا المحاضره اللي فاتت ازاي بننشئ الديتا فريم، هاو تو كرييت يور ديتا فريم. بس احنا اتفقنا ان دي من اللحظات القليلة قوي في حياتك اللي انت بتجد نفسك مضطر ان انت تنشئ داتا فريم باي هاند، يعني تقعد تكتبها بايدك، لان الطبيعي ان بياناتك تكون موجودة في كوما سيباريتد فاليو. والكوما سيباريتد فاليو من اشهر الفايلات اللي بتحتوي على الداتا، وقلنا الداتا دي على صيغة تابيولر داتا فورم، والتابيولر داتا فورم ده احنا بنمثله داخل البايثون او داخل البانداس عن طريق مين بقى؟ عن طريق الداتا فريم. القصة دلوقتي ان حضرتك عندك ديتا كبيرة موجودة في فايل، فالمفترض ان انت عاوز تعمله ريد، وده احنا شفناه اكتر من مرة، لكن في بعض الاوبشن هنتكلم عليها فازاي ان انت تعمل ريدنج للسي اس في فايل. طيب الفايل اللي انت جبته عملت عليه شوية بروسيسنج، طلعت نتائج. مش معقول كل ما تحب تشوف النتائج هتروح تشغل البرنامج تاني، فانت محتاج ان انت تعمل ستور او تسيف او تكيب البيانات الخاصة دي في فايل. اكيد الفايل ده برضو هيبقى كوما سيباريتد فاليو. تمام كده يا اخوانا؟ فالقصة بتاع الموضوع ازاي تقرأ وتكتب سواء من او على الكوما سيباريتد فاليو. قلنا البيانات بتاعتنا بتبقى في صيغة تابيولر داتا فورم، وده موجود في الكوما سيباريتد فاليو. التابيولر داتا فورم او التابيولر داتا موجوده في تكست فايل، يعني هو الكوما سيباريتد فاليو هو عباره عن تكست فايل، والتكست فايل ده كل رو فيه بيمثل وان لاين، اوكي، وكل فاليو مفصوله عن الثانيه بمين؟ بكم. الفايلات بتاعت السي اس في ممكن اي برامج خاصه بالداتابيز تقراها، او اي برنامج بيعمل اناليتكس يقدر يقرا سي اس في فايل. انا مثلا هنا بعمل ريد للسي اس في، شفنا الميثود اللي اسمها ريد سي اس في. طيب فين الفايل بتاع الداتا ده؟ الفايل انا فاتح لك الصوره بتاعه الفايل قدام حضرتك. طبعا الفايل اسمه ماي سي اس في اندرسكور 01، ده الفايل بتاعي، وده فايل انا عامله بالنوت باد وخليت الامتداد بتاعه سي اس في. ده محتوى الفايل باين قدام حضرتك، وكأن الوايت والكولوم بتاع الوايت، الريد الكولوم، البلو وهكذا. طبعا كل قيمة مفصولة عن التانية بكمة، وكل لاين ممثل في سطر. تمام؟ لو حبيت تقرأ الفايل ده في الديتا فريم، طبعا حضرتك عارف ان الديتا فريم في اندكس للكولوم، صح؟ في للكولوم في ليبل. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ عشان تقرأ الفايل ده اتفقنا لازم يكون موجود في الكارنت ديريكتوري، واروح استعمل الميثود read csv واديله اسم الفايل my csv underscore 01.csv. لو انت عملت ده كده يعني برافو عليك، خلاص الديتا فريم بقت موجوده مع حضرتك، او الفايل بتاعك اتنقل الى ديتا فريم اسمها csv فريم، اسم الفاريبل بتاعك او اسم الديتا فريم. ولو انت عملت له دوت هيد هيبان قدامك الفايل بالشكل ده، اوكي، ده الديتا فريم بتاع حضرتك او الهيد بتاعته. تمام؟ وطبعا ده هو ده، هذا وايت ريد بلو جرين انيمال زي ما انت شايف، و 1 5 2 3 1 5 2 3 كات وهكذا. امال ايه ده؟ لان حضرتك ما وصفتش الاندكس او ما قلتلوش من الاندكس، فعمل ايه؟ عمل اوتوماتيكالي جنريتد نمبر ستارتنج فروم 0 الى الكاونت ماينس 1. تمام كده يا اخوانا؟ ده ما فيش مشكله خالص. يبقى ده الفايل لو اتفقنا ان ده الهيدر بتاعه، فهو اوتوماتيك فهم ان ده الهيدر، اوكي، احطه في الهيدر، اوكي، ده الهيدر، اسماء الكولوم والبيانات بتاعتك بالشكل ده، وعمل اوتوماتيكالي جنريتد نمبر ستارتنج فروم 0 عشان يعمل اندكس او اندسيز لمين؟ للروز. طيب لو حضرتك طبعا لان الكوما سيباريتد فاليو هو عباره عن تكست فايل، فانا ممكن استعمل ميثود ثانيه اسمها ريد تيبل، اوكي، ريد تيبل، تيبل من البيانات موجود في تكست فايل، لكن اقدر اقول له بس ان السيباريشن اوبريتور بتاعي عباره عن الكاما، فاوكي يقدر يقرا الفايل الكوما سيباريتد فاليو، يقرا بنفس الطريقه. بس اهم حاجه في الميثود اللي اسمها ريد تيبل ان اقول له السيباريشن بتاعي او السيباريتور او الفاصل هو عباره عن مين؟ عباره عن كاما، ويطلع نفس الشكل عادي خالص، مفيش فيه مشكله.
احيانا بتكون البيانات بتاعتي جايه اوتوماتيك على طول، يعني ملهاش ليبل. يعني مثلا الداتا سيت الخاصه بالكار تلاقي فيه عندك هوندا 22000 تويوتا 25 الفورد، يعني مش بالضروري البيانات تكون معنونه او يكون لها كولوم نيم، ممكن يكون الفايل بالشكل ده. يعني مثلا فايل بسجل درجات حراره، فانا اوتوماتيك ظاهر قدامي درجات الحراره على طول، مش ظاهر الكولوم ليبل تمبريتشر، مش ظاهر ان هنا البراند، مش ظاهر ان هنا البرايس، مش ظاهر، لكن موجود الاوبزرفيشن على طول او الانستانس على طول. اوكي، فانت وانت بتقرا لو قريت بنفس الطريقه بتعريف سي اس في اوتوماتيك بقى هيقوم واخد هوندا و22000 وعاملهم العناوين بتاعه الكولوم. اوكي، يعني لو نفس الفايل اللي فات وقمت رايح شايل البراند والبرايس شلتهم وسبت الفايل ده بالشكل ده وعملت ريد سي اس في فايل بدون اوبشن، هيفهم ان الهوندا و22000 كانهم الكولوم ليبل. اوكي، يعني لو قريت الوقت كده نفس الفايل وقلت له ريد سي اس في واديته الداتا سيت بتاعتي موجوده في فايل اسمه ماي كار، وماي كار اهو زي ما انت شايف، واديته الكوماند بالشكل ده، اوكي كده هياخد الهوندا و22000 اللي هو اول لاين ياخده كانه الكولوم ليبل، وطبعا ده غلط. في حالة الملفات دي اللي انا مش حاطط فيها ليبل للكولوم اقول له بقى خد بالك ان انا ما عنديش هيدر، ان انا ما عنديش كولوم ليبل. اوكي، اقول له الكلام ده ازاي؟ اقول له هيدر بيساوي نان. يبقى وانت بتقرا اقول له هيدر بيساوي نان، كده الوقت هيعمل ايه؟ زي ما عمل اوتوماتيكالي جنريتد نمبر عشان تي اندكس الرو ستارتنج فروم 0 لحد الكاونت ماينس 1، هنا هيعمل نفس الكلام في الكولوم ويبقى الليبل بتاع الكولوم الاول 0 والكولوم الاخر هو مين؟ هو 1. بس برضه شكلها مش حلو، يعني ايه العناوين دي؟ لكن استيل انا حافظت على البيانات بتاعتي. ممكن كمان وانت بتقرا اديله اندكس بقى واديله كولوم، اديله كولوم اقول له ان عنوان ده بالشكل الفلاني وده بالشكل الفلاني اهو كده. اوكي، وانت بتقرا خلاص هذا الفايل، ده الفايل اللي هو ماي كار اللي ما فيش فيه الكولوم ليبل سواء هنا او هنا، تمام. وانت بتقرا الفايل ده خلي لي بقى اسم الكولوم الاول براند، اسم الكولوم الثاني برايس. عملت الكلام ده ازاي؟ عن طريق الارجومنت اللي اسمه نيمز. يبقى ده الفايل اهوت مفيش فيه البراند ولا البرايس، هيقرا الفايل وكمان عندي بقى تو اوبشن، يا اما اقول له الهيدر نان وكده سبت له المجال ان يعنون الكولوم ستارتنج من عند الزيرو لحد الواحد، او ان اقول له اقراه وخلي النيمز بتاعتي هي عبارة عن البراند ومين والبرايس. تمام كده يا اخوانا؟ نفس الكلام، انت عارف احنا خدنا في محاضرة ان تقدر تعمل set index لو انت فاكر، والset index ان ياخد احد الكولوم يتعامل معها لانها index للرو او label للرو. نفس الكلام انا ممكن اقرا الفايل بتاعي واثناء ما انا بقراه كمان كاوبشن اقول له خد احد الكولوم دي خليها كاندكس. يعني مثلا الفايل اللي قدام حضرتك ده خاص بالكوفيد 19 مثلا، ده سامبل فايل. اوكي، اقدر اقول له ريد سي اس في، اقرا لي الفايل، تمام، والكولوم اللي اسمه ستيت، في كولوم هنا اسمه ستيت اهو بتاع الولايه في الولايات المتحده، خده كاندكس كولوم عن طريق ان انا اعمل سيت للاندكس كولوم ارجومنت بالستيت. تيجي تبص على الداتا فريم اللي انشات عند حضرتك هتلاقي في عندك كولوم اسمه confirmed cases وكولوم اسمه death، والكولوم الاخر اللي كان اسمه الستيت هتلاقيه ظاهر عندك كانه عناوين للروز المختلفه. ايه اللي عمل الكلام ده؟ عن طريق set argument index column to mean to احد الكولوم اللي موجوده في الداتا سيت الخاصه بحضرتك. طيب لو حبيت اقرا كوما سيبريتد فاليو، ده فايل عادي خالص اللي هو الفايل بتاع البي ام اي اندكس بتاع الماضي البادي ماس اندكس اللي بيقدر يحدد البي ام اي بتاع البيرسون عن طريق الوزن على الطول تربيع. انا اخدت ده وعملت شويه بروسيسنج كده وليكن حسبت البي ام اي، حسبت الوزن اهو، عملت سيلكت للكولوم او زوم ان للكولوم بتاع الويت وزوم ان للكولوم بتاع الهايت وربعته وقسمت الاثنين على بعض واضفت الكلام ده، عملت ادنج لكولوم اسمه بي ام اي، ادي البي ام اي، كل ده داخل السوفت وير. بعد ما خلصت الفايل ده عاوز اخزنه عندي، عشان اخزنه كل المطلوب منك هقول له داتا فريم
دي اف دوت مين بقى تو سي اس في، ده اسم الداتا فريم بتاعك فانا مسميه دي اف، واستعمل الميثود تو كوما سيبريتد فاليو، وادي له اسم الفايل اللي انت هتخزن عليه انا مسميه بي ام اي كال. اوكي كده الوقت هيبدا يخزن عندك في كولوم اسمه الويت، كولوم اسمه الهايت، كولوم اسمه بي ام اي اللي كان محسوب قبل كده، ويبدا يخزن القيم بتاعت حضرتك. كل لاين عباره عن رو، وكل قيمه مفصوله عن الاخرى بمين، بكاما. ده عن طريق بس التخزين، بدي له اسم الفايل واستعمل الميثود تو كوما سيبريتد فاليو. هنا كمان ممكن وانا بخزن اقول له انا ما عنديش اندكس، الاندكس فولس، ما عنديش اندكس، والهيدر بتاعي فولس، ما فيش هيدر. اوكي ما تخزنش مين، ما تخزنش الهيدر. اوكي فيبدا يخزن القيم مباشره على طول. تمام. اخر حاجه هنقولها في الموضوع ده، حضرتك عارف ان في حاجه اسمها نوت نمبر، نوت نمبر. طب يا ترى نوت نمبر ده لما تكون في القيم داخل البانداس همثلها ازاي داخل التكست فايل؟ همثل ازاي داخل التكست فايل؟ يعني دي داتا فريم فيها نوت نمبر زي ما انت شايف. اوكي لو حبيت ان انا اخزن الداتا فريم دي على كوما سيبريتد فاليو، لو انا خزنت اوكي على الفايل ده، لما تيجي تفتح هتلاقي فيه هنا كاما مفيش حاجه، وكاما النوت نمبر بتمثل باي ديفولت مفيش بقى، فهتلاقي العنصر مش باين، هتلاقي كاما وكاما. يبقى انا فاهم ان هنا في ميسنج فاليو، هنا في ميسنج فاليو، في هنا ميسنج فاليو، اوكي في هنا ميسنج فاليو. لو حبيت تحط تكست معين يمثل النوت نمبر اوكي، نقدر نعمل الكلام ده عن طريق مين، عن طريق الاوبشن ده. هقول له نوت نمبر ريبريزنت، مثل لي النوت نمبر مثلا بي ان اي ان نوت نمبر. اوكي فيروح يكتب الفايل بتاعك، لان الفايل كان فيه ميسنج فاليوز كتير، كل ما تيجي ميسنج فاليو يحط نوت نمبر ان اي ان نوت نمبر زي ما انت شايف كده. تمام. دي مجموعه المصادر اللي اعتمدنا عليها في اثناء اعداد المحاضره. عرفنا بقى في المحاضرة بتاعتنا بسرعة كده ان احنا ازاي نقرأ كوما سيبريتد فاليو، وشفنا الاوبشن الخاصة بها، وشفنا ازاي نعمل رايت للكوما سيبريتد فاليو وشفنا الاوبشن الخاصة بها. اتمنى في ختام المحاضرة ان المحاضرة تحوز على اعجاب حضراتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.